بير وبالتعاون مع جمعية العون المباشر تنظمان سلسلة من القوافل الطبية الكبرى لعلاج مرضى العيون في أقاليم كل من مايوكبي الغربية وأقليم بحر الغزال وأقليم مندول، وذلك حسب التوقيت والتواريخ التالية: من 6 إلى 13 سبتمبر في مدينة بالا، ومن 8 إلى 17 سبتمبر في مدينة موسورو، ومن 19 إلى 27 سبتمبر في مدينة كمرة. إن مؤسسة القلب الكبير تأمن من خلال هذه القوافل الطبية حل مشاكلكم البصرية، وستقوم بالعلاج والكشف وتوزيع النظارات مجانا. إن مؤسسة القلب الكبير تعاون من أجل رفاهية الأسرة التشادية دائما في جانب الطبقات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة. رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو يشارك بجانب نظرائه إغاثة الدول الأفريقية في أعمال الطاولة المستديرة التي شهدها اليوم الثاني من أعمال القمة الصينية الأفريقية. عمدة بلدية جميلة مريم جمعة عبي تفتتح أعمال اجتماع التشاوري حول كيفية تنفيذ خطة إدارة الأرزاق ومعالجة مياه الصرف الصحي بالعاصمة المنيا. تقدم دورتها التدريبية الثانية لصالح حكام التايكوندو الذين استفادوا من خبرات ومعارف التحكيم القتالي الحديث. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية جاهدية نقدم لحضراتكم عرضا للمسائل هذا اليوم. شارك رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى جانب نظرائه إغاثة الدول والحكومات الأفريقية في أعمال الطاولة المستديرة التي شهدها اليوم الثاني من أعمال القمة الصينية الأفريقية، وجاءت مشاركة القادة الأفارقة في أعمال المنتدى بدعوة من قبل الرئيس الصيني سي جين بينغ، حيث تهدف هذه الطاولة إلى سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول الأفريقية. رشاد حسن طه. تميز اليوم الثاني من أشغال القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد في بكين العاصمة الصينية بتنظيم طاولة مستديرة بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو والرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة الدول الأفريقية الأخرى. وقد تناولت الطاولة سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول الأفريقية في مجال الاقتصاد الاستثمار والشراكة ومبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكانت أشغال الحوار الرفيع بين قادة الدول الأفريقية والصين وممثلي عالم الأعمال خرجت بنتائج مثمرة، وإن مشاركة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو في هذه الجلسة في الطاولة المستديرة أعطت أهمية واستعدادا لتعزيز شراكة مثمرة مع الصين لخدمة شعوب المنطقة. وقال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إن مثل هذه التحركات تساعد في تحديث التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية. وركزت المناقشات خلال هذه الطاولة على مشروعات البنية التحتية والأساسية وبنائها وتشغيلها وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دفع جهود تطوير البنية الأساسية الأفريقية والتكامل الاقتصادي. أما السيدة الأولى للبلاد هند ديبي تنو شاركت في أعمال الجلسة التي نظمتها السيدة الأولى لدولة الصين حول محاربة مرض السيدة، وجاءت الجلسة تحت موضوع الصين وأفريقيا يدا بيد من أجل مستقبل خال من مرض فقدان المناعة المكتسب. رشاد حسن طه. شاركت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي تنو في الجلسة التي عقدتها السيدة الأولى لدولة الصين مع السيدات الأول الأفريقيات تحت موضوع الصين وأفريقيا يدا بيد من أجل مستقبل خال من السيدة. وما أن وصلت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي تنو مقر اللقاء وقعد على غرار نظيراتها الأفريقيات تعهدا منهن على النضال المشترك والتعاون المستمر والتضامن من أجل مكافحة السيدة،
والوقاية منه عبر التوعية المستمرة والرعاية الصحية. الجلسة التي حضرها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والنشطاء في مجال الصحة أكدت فيها السيدة الأولى لدولة الصين سفيرة النوايا الحسنة عزم بلادها للمضي قدما من أجل التغلب على هذا الوباء الفتاك الضار بصحة المجتمع، حيث أن الصين تلعب دورا كبيرا في مكافحة الإيدز، وجعلت التعليم العمل المحوري لمعالجة القضايا الصحية والبيئية والاهتمام بالرياضة وغيرها كمسار من مسارات مكافحة السيدة. مشاركة السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو في هذه الجلسة يؤكد نيتها الواضحة في العمل، ويدخل ضمن نشاطاتها الرامية إلى معالجة المجتمع. وأكد سفيرة النوايا الحسنة تقاسم بلادها النتائج المفيدة مع إفريقيا لجعل الناس يفهمون ما يجب معالجته ومحاولة التعبئة وحشد التأييد وخلق المجال للتغيير الاجتماعي. وأخيرا اتفقت السيدات الأول والسيدة الأولى لدولة الصين سفيرة النوايا الحسنة وعزموا على مواصلة توعية المجتمع وتوجيه المصابين بهدف فتح آفاق جديدة وتبادل الخبرات ونقل الخبرات الصينية إلى القارة الأفريقية للاستفادة منها. شهدت مكتبة المعهد العالي لإعداد المعلمين فرع عنجمينة افتتاح أعمال الاجتماع الأول الخاص بإطلاق امتحان الشهادة الفنية العليا دورة 2018. وكان وزير التعليم العالي البحث والابتكار الدكتور دافيد أولينغار ومن افتتح أعمال الاجتماع إلى جانب عدد من مسؤولي المعاهد. عائشة أحمد دقي. الضبط والتدقيق في إدارة القطاع التعليمي يعد عملا ذو أهمية يهيئ بتطلع البلاد نحو مستقبل واعي. هذا ما يستنتج من عقد هذا الاجتماع الأول حول الإعلان عن انطلاقة امتحانات الشهادة الفنية العليا دورة عام 2018 المقرر بتاريخ 11 وحتى 12 من أكتوبر للعام الجاري بأنجمينا ومدينة مندو. الخطوات التي تتبع والجوانب الفنية جزءا مكملا لتنظيم أعمال هذا الامتحان. والامتحان ده دوره يعني ناس كتير يجوا بيمتحن، والوزير أعلن أيضا كان امتحان قدام بيتس ناشونال مايندك ده إكزامها هناك السويدة في بريفيدا في بريفيدا الشهادة ده مايندك كفاءة لسه الشهادة ده كان كتير جد فاليدي بالإكزامها هنا بيتس ده الشهادة ده ممكن مش يعني عند نفس القيمة مع الشهادة سويت في الجامعة الحكومية. الامتحان ده كمان في الواسيز أنا نظام التعليم في الشهادة ده بقول تشيون على حصد المهم فورماسيون يعني يدرسوا الناس بس، ولكن الامتحان ده خاص للشهادة ده خاص للحكومة بيلزم الامتحان وبعد الامتحان لو الناس عندهم كفاءة يمكن الشهادة وشهادة أنت ما عندنا شهادة أنا بيبليك ولا عندنا أنا بريفي شهادة كامل بس مش لاك يعني أرمونيزاسيون بقول. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور دافيد أودينغار طلب من عمال الوزارة المسؤولين عن تنظيم هذا الامتحان ومسؤولي المعاهد والجامعات العامة والخاصة التحلي بروح المسؤولية الكاملة والإخلاص في العمل من أجل التنظيم الجيد لنجاح أعمال الامتحان. أسئلة وردت من قبل مسؤولي المعاهد حول صلاحية الشهادات التي تقدم ومصدر الحصول عليها والاستراتيجية التي تتخذها الوزارة لقبول المترشحين، ورد عليها الوزير بأجوبة مقنعة. قدم وزير التربية الشباب الرياضة والعمل محمد نصر عبد الله بيانا صحفيا حدد فيه تاريخ الملتقى الوطني للشباب الذي سينظم في 18 من هذا الشهر ويشارك فيه ما يقارب 400 شاب وشابة. الشباب تشادي دورنا بيجو في مؤتمر فورام ناسيونال هنا جنس في يكون في جامعة هنا بين يوم 15 إلى يوم 18 في شهر 9. ودورنا نظم أي بروفيسور 10 من 4 من بنات و 6 من أولاد، وفي جمال هنا في خائرة أي خائرة دورنا بعدين 10 برضو 4 من البنات و 6 من أولاد، وعندنا كمان رسل لهم مكاتب من عندهم فورميلير وانتنسيون على مانيفيستاسيون دانتيري مكاتب تنين رسل لهم عشان بيشوفوا كيف اللزام بيسو الاختيار يكون بورك الشباب اللي يجدوا يكونوا شباب متفديين
وفاهمين ويعني يقدروا يتبدلوا مع الشباب اللي جو من البروفنس ويقدموا لنا حاجة مفيد بركة الحكومة كمان يفكر ويجيب لهم مساعدة وبيجيب لهم كل تهنئة الدورات نجيب لهم إن شاء الله. انطلقت ببلدية جمينة أعمال اجتماع تشاوري حول كيفية تنفيذ خطة إزالة الأوساخ ومعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جمينة. وقد رأست أعمال الاجتماع عند بلدية جمينة مريم جمعي بالتقرير الزميل هارون بصري. إن هذا الاجتماع يهدف إلى عرض الدراسة المسحية التي أجرتها الإدارة الفنية لمشروع الصحة والصرف الصحي لمدينة عين جمينة بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأيضا التشاور حول ما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع في أقرب وقت. خطة تعتبر بمثابة خارطة طريق للتخلص من الأوساخ المتراكمة والمخلفات التي تنتجها مدينة عين جمينة. وفي مستهل اللقاء أوضحت عمدة بلدية مدينة عين جمينة مريم جمع عباد أن الاكتظاظ السكاني وهو من الأسباب الرئيسية في زيادة كميات الأوساخ التي تسبب الأمراض مثل الملاريا والإسهال والدستونتاريا. ورغم محدودية الإمكانات فإن البلدية المركزية وبلديات الدوائر العشر كثفت جهودا لإزالة هذه الأوساخ، مع العلم أن مدينة جمينة تنتج 1000 طن من القمامة يوميا، كما أصدرت البلدية قرارا خصصت فيه يوم السبت من كل أسبوع يوما للنظافة لإظهار روح المواطنة، كما أن مساندة ودعم السلطات العليا بالبلاد حفز لجان النظافة وخدمات الصحة ودفعهم إلى تضافر الجهود. وأضافت مريم جمع عبيد بأن مشروع الصحة والصرف الصحي لمدينة عين جمينة تمكن من وضع آلية لمعالجة مخلفات المستشفى المركزي ومعالجة المياه للاستفادة منها. المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية أبدى سعادته حيال الشراكة التاريخية بين الوكالة وبلدية عين جمينة لتقديم خدمات يستفيد منها سكان مدينة عين جمينة. وقد تابع الحضور العرض، وأبرز النقاط هي إشكالية معالجة الأوساخ والمخلفات في مدينة عين جمينة وكيفية تدريب وتأهيل عمال لجان النظافة، وأيضا التنسيق مع بلديات الدوائر العشر بالإضافة إلى التسيير الجيد لمعدات وأدوات العمل. وقد يسهم ذلك كله في تنفيذ خريطة الطريق المراد تطبيقها بشكل يخدم المصلحة العامة. شهد مقر اللجنة الاقتصادية للثروة الحيوانية والسمكية افتتاح أعمال الجلسة العادية الثامنة، والتي من خلالها تم اعتماد جدول المشاريع وميزانية اللجنة للعام 2019. فاطمة الزهراء أبو المعالي. تأتي هذه الجلسة العادية الثامنة لمجلس إدارة اللجنة الاقتصادية للثروة الحيوانية واللحوم والموارد السمكية التابعة للجنة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية، تأتي في إطار عرض حصيلة أعمال الدورة السابقة وكذا تقييم الإيرادات المالية للعام الماضي، فضلا عن اعتماد جدول أعمال المشاريع الجديدة التي طرحت خلال الجلسة، منها مراجعة التقرير الخاص للأنشطة الثانوية للجنة والأخذ بعين الاعتبار للخطط الوطنية لكل بلد، وكذا تمويل الخطة الاستراتيجية في عام 2015 حتى عام 2025، ترقية المعاملات التجارية ودراسة مشاريع البرامج السنوي المدرج في جدول الأعمال، تعيين 2 من رؤساء الأقسام باللجنة، والبحث عن آلية تسهم في تطوير الأقسام باللجنة الاقتصادية للثروة الحيوانية واللحوم والموارد السمكية خاصة المتعلقة بالصيد وإدارة الدراسات والتخطيط والتبادل. هذه المواضيع والنقاط الأساسية للجلسة قرأها الأمين التنفيذي للجنة بيدرو بايمي أنغونو. أما رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية للثروة الحيوانية واللحوم والموارد السمكية آدم حسن يعقوب فقد أكد لنا أهم النتائج التي خلصت إليها الجلسة. ناقشنا عدة مواضيع تتعلق بالناحية الفنية، لا سيما بعض المشاريع التي تدعنا بمواشي صحة الحيوانات، خاصة مشروع مكافحة مرض طاعون الأغنام في منطقة أفريقيا الوسطى في مجموعة أفريقيا الوسطى في 6 دول. كل هذه المواضيع أجزناها بناء على الميزانية لسنة 2019. ونذكر إلى أن القيمة المالية لميزانية عام 2019 2,518,000,000 فرنك سيفا.
تمكنت قوات الدفاع من إلغاء القبض على عدد من الأشخاص الذين يقومون بعمليات تدوير وغش المواد الغذائية، وبعد ذلك عرضت الشرطة الوطنية ممن ألقي القبض عليهم أمام الصحافة العامة والخاصة. بحر الدين عبد الشافي الدود. هذه المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها حيث وصلت إلى البلاد منذ مطلع شهر أغسطس الماضي، وهذه المواد الغذائية المطحونة من دقيق القمح يقوم الرجل المستورد بطحنه عبر خلاطات المخبز، وهذه الجوالات تحمل دقيق القمح تباع وتشترى في أسواق العاصمة أنجمينة. وقد استجوب مسؤولو رجال الشرطة الوطنية الرجل المستورد عن كيفية استيراده لهذه البضائع. يقول مش أجرى عن تركي اتتنو كمل كمل يرى يقرأ وشو ولا من هناك لجيوس وآفر تحونا دول كل التنين جابة à peu près 600 sacs d'avodou fi marché hana marché des mille de wodo ligio da 140 ligio donc bagi do la role commerçada donc chan cho la white kula ma chan ma ila musu lazim yakbulu yibu hini. بدوره مدعي الجمهورية أشار إلى هذه الحالة التي تعتبر جريمة كبرى في حق المواطنين. نشوف الدقيق الشوابلي نتحصل صبوم هني رولا الدقيق ده أكثر ما نعرفه ماشي تقريبا كم ألف شوال، 5000 شوال هسه جو رقنو هنا في المخزن ده. أما الدقيق ده تلف مؤفن وانت تقول شفتو المخزن ده ساعتها كانت داخل ده يعني أفانك ما تخليك ما تقدر تنفس أديل تلف مرة واحد زي ما وراه هسه الاسفير أناليز كوكدرة يعني الشيء ده ما دايرين كبتان بيسووا أناليز بأن كيك شفت كله خلاص الشيء ده يعني ما ينفع بيجيب أمراض نودهم في العدالة ده شيء جريمة ويمشوا المحكمة في القدام محكمة يعتقل مسؤولية بمشي بشيء لا ينقل قدام محكمة. تنويه فإن رجال الشرطة الوطنية تعمل في واجبهم الوطني ثم تقوم بتقديمهم إلى محكمة العدالة. قام قائد قوات الحرس الوطني والروح العميد محمد صالح إبراهيم بزيارة تفقدية إلى مقاطعة كايا بولاية البحيرة. الهدف من ذلك هو توعية سكان المنطقة إلى المشاركة والوقوف بجانب السلطات المحلية لمكافحة العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعة بوكو حرام. محمد حسن آدم. هذه الزيارة التفقدية التي قام بها قائد قوات الحرس الوطني والرحل الجنرال محمد صالح إبراهيم إلى مقاطعة كايا بولاية البهيرة تهدف إلى توعية سكان المقاطعة إلى المشاركة والوقوف بجانب السلطات من أجل مكافحة الجماعات الإرهابية، حيث كان في استقباله بمدينة باغاسولا حاضرة المقاطعة محافظ كايا أحمد آدم سعيد إلى جانب الإداريين والسلطات السلطات العسكرية ورجال الدين. هذا وفور وصول الوفد فقد عقد لقاء جماهيريا جمع سكان المنطقة وممثلي المنظمات الإنسانية والإغاثية وكذا قائد قوات المنطقة العسكرية رقم 4 وقائد القطاع العسكري رقم 2 التابع للقوات المشتركة المتعددة الجنسيات الجنرال عبد الرحمن يوسف ميري، حيث بدأت المناسبة بكلمة ترحيبية لمحافظ كايا أحمد آدم سعيد وتلته مداخلة رئيس البعثة الجنرال محمد صالح إبراهيم الذي طلب من سكان باغاسولا الوقوف وقفة رجل واحد من أجل استئصال جذور الإرهاب من هذه المنطقة، مضيفا بأن العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة قد شلت الحركة التجارية مما أثرت سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وعليه حث الحضور على أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع السلطات المحلية من أجل مكافحة العمليات التخريبية. ضمن نشاطات أسبوع المواطنة المتعلقة بتنظيف الساحات والطرقات والأماكن العامة، قام سكان الدائرة الثامنة بتنظيف الشوارع التي تعيق السير المروري. ابتسام موسى في هذا التقرير الذي تقرأه منى حسن سكايا. خطوات فاعلة ومبادرات جيدة
قام بها سكان الدائرة الثامنة بتصليح الشوارع التي تعيق عملية سير المرور للمواطنين بحي أنجار وبالتحديد شارع طحنية. لذا فإن سكان الحي شرعوا بأنفسهم على تصليح هذا الشارع بجهدهم الخاص دون تدخل البلدية، وتمت هذه المبادرة بمساعدة شباب الحي الذين دفعتهم الروح الوطنية لخدمة وطنهم بشكل عام وحرتهم على وجه الخصوص من أجل أن تكون نظيفة دون وجود أي مشاكل. سكان الدائرة وعلى لسان الشيخ الحارة شكر أصحاب هذه البادرة الطيبة على ما قاموا به. كلفنا قلنا خلال نجيب 65 بين ده الشغل الأنين هسه لمينا فوقها وسوينا الجين بريزدان هناهم وبصفة عامة على رأسنا الجنرال جدو 65. أما كل ما بفكينا من هنا ده يالبا كامسة بلفة الماجلة دنجيزو ده كله ده أنين ناس الحارة ومع الجين ومع الشباب بالجنرالات بكونيلات بالدريكتيرات دول الناس اللي هيدروا معانا ونتانك يعني نشيف دكاري كله قاعدين بصفتنا ورونا والشغل اللي بسهوه ده كله بوارونا بيها بين ده كله عدد التمنة كده ده الشغل اللي هنا في ميتين مرندسوا بصفتنا عنينا ده الشغل اللي قدرنا فوقها وسوينا. وننوه بأن مثل هذه المبادرات التي يقوم بها بعض المواطنين هي في غاية الأهمية، لأنها تجعل العاصمة أنجمينا خالية من الأوساخ وتسهل عملية السير لسكان الدائرة. ونبقى في هذا الأسبوع وفي التنظيف، وهذه المرة إلى ولاية اللجون الشرقي التي قام حاكمها أوليها أحمد طه محمد بحملة نظافة بالمستشفى المركزي لمدينة دوبا حاضرة الولاية، ويدخل ذلك ضمن أنشطة أسبوع المواطنة. تفاصيل الخبر في تقرير محمد السليك. ضمن أنشطة أسبوع المواطنة التي أطلقت في الأيام الماضية بالعاصمة أنجمينا، قام حاكم ولاية لوغون الشرقي أحمد طه محمد بحملة نظافة في المستشفى المركزي بمدينة دوبا، وذلك بمشاركة عدد كبير من سكان المدينة إلى جانب المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة، حيث أثنى المندوب الصحي للولاية علي سماعين حجار الحاكم على هذه البادرة الوطنية، مضيفا بأن اختيار المستشفى المركزي لتنظيم أسبوع المواطنة فيه أمر في غاية الأهمية، حيث أن المريض يحتاج إلى عناية خاصة وأماكن نظيفة حتى يتلقى علاجا فعالا. أما حاكم ولاية لوغون الشرقي أحمد طه محمد فقد شكر المواطنين على مساندتهم لتحقيق سياسة السلطات العليا بالبلاد للمشاركة في أسبوع المواطنة. مسائل الكبار عن الدولة شجعهم في رأس رئيس الدولة رئيس الحكومة فخامة إدريس ديبي إتنو، هو وزوجته كلهم كان يوم ده قموا سوى تنديف وبعد أننا قلنا في الولاية أننا ذات ما نقود ساكت لأن رئيس الدولة وزوجته كلهم أنتوا المسألة السمحة ده قلنا أننا ذاتك مسألة نسوهين في الولاية بمثل كاليوم مسائل كل كشعب هنا إقليم هنا لغون الشرقي ومسائل الإداريين والعسكريين كلهم كأولهم جمعنا جينا في المستشفى الكبير عن الدوبا جينا نسو يعني التنديف. هذا وعقب عملية تنظيف المستشفى قام الحاكم وبرفقة معاونيه بغرس مجموعة من الشجيرات في المستشفى المركزي للمدينة. بمناسبة إحياء المؤتمر الدولي السابع للنساء صديقات الأمة الذي يحتفل به في 12 من سبتمبر أيلول الجاري، أعدت الزميلة حليمة السعد يعقوب الورقة التالية. في إطار نشاطات النساء المسيحيات في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والدينية، فقد تم تأسيس منظمة دولية أطلقت عليها اسم نساء صديقات الأمة التشادية، وقد تخللت نشاطات عدة حول ترقية وتفعيل دور النساء المسيحيات بتشاد. ومن أهم ما أنشطت هذه المنظمة الاعتماد على الحوار كحل سلمي للنزاعات والخلافات في أواسط المجتمع، وكذا ضرورة العمل من أجل التوجه والتغرب الرب لتعليمات الرب ومحاربة العنف الممارس ضد النساء. أي مسألة نلمه ونسوي برنامج حقنا عشان نخلي المرأة تلقى قدرة في إيمانها
وفي البلبيتا لرجلها ولا في خدمتها، خلي مرة تشادية وكريتيان تلقى قدرتها فوقها. في خمسة يوم ده خلاص كان لمينا ده ما أنينا الكبارة دي تفسر لنا وأنينا الأمين كله نقدروا ننتو تيموياش دون أم بيننا كان سخل المرة الآخر هي قاعدة فوق ده تازف هي ويدا بس، لكن أخذك الآخرة كل قاعدة وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السابي الدولي لمنظمة نساء صديقات الأمة التشادية سيؤقد بالعاصمة أنجمينا، وذلك في 12 وحتى 16 من سبتمبر الجاري. وسيناقشنا خلال هذا المؤتمر العديد من المواضيع التي تتعلق بمستقبل وتحسين ظروف النساء التشاديات ونساء العالم، وذلك بمشاركة وفود نسائية بمختلف الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية والأمريكية. إلى الأراضي المقدسة حيث اختتمت نشاطات جمعية الرسالة لتوفير الوجبات للحجاج التشاديين. محمود حسن سمبو مفدنا إلى هناك. مع إختام موسم حج هذا العام لحجاج التشاد والذي تميز بنجاح مميز سيما في مجال توفير الوجبات الغذائية ومياه الشرب وغير ذلك من نشاطات إرشادية لجمعية الرسالة الخيرية التي تضم 30 عضوا من أبناء الجالية التشادية بالسعودية التي ساهمت بها بجانب اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة. واجبنا نحن نكون هنا في المملكة العربية السعودية أن نقدم ونساهم ونكون عونا بعد الله عز وجل بتنسيق تام وكامل مع البعثة التشادية. تحدث في نفس هذا الإطار المشرف العام لهذه الجمعية. حقيقة تعجز الكلمات من أن تعبر هذا التعبير الذي يليق بهذه الجلسة المباركة، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر أيضا إدارة البعثة بعثة الحج وفي جميع القطاعات التي قامت بتنظيم هذا الحج. هذه المساهمة بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تندرج ضمن مساهمات كل التشادين في إطار الجمهورية الرابعة. الآن نحن ندخل في الجمهورية الرابعة، وهذه الجمهورية الرابعة تتطلب من كل التشاديين الموجودين في الخارج والداخل أن يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة الوطن، ودولة تشاد الآن تحتاج إلى شباب كأمثالكم ليقدموا لها الخدمات. إن وقوف الجمعية بجانب اللجنة منذ وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة وحتى الآن لقد ترك انطباعات جد جيدة لدى اللجنة. منذ ما نحن وصلنا في هذا البلد جمعية الرسالة واقفة ليل ونهار مع ضيوف الرحمن، مع إخواني المتشاركين، مع قصر، مع شرب، أسير، أغذية، حدايا من كتب، من سجادات، من كل شيء. تميز الحفل بتقديم كميات كبيرة من الهدايا الرمزية للحجاج من قبل الجمعية. نظمت الكنيسة الأرثوذكسية مناسبة لتوديع رئيس الكنيسة بدول وسط أفريقيا المركزية محمد السلام. بعد فترة طويلة قضاها في العاصمة أنجمينا، القس السنين سليمون رئيس كنائس الأدفنتيست بدول وسط إفريقيا المركزية يغادر العاصمة أنجمينا وسط حضور عدد كبير من أتباع الكنيسة الذين قدموا لوداعه، ليرتحل إلى العاصمة الغابونية ليبريفيل حيث سيكون المقر الرئيسي للكنيسة. وخلال كلمته التوجيهية المطولة قدم رئيس الكنيسة الأدفنتيستية بدول وسط إفريقيا المركزية نصائح وإرشادات على أتباع الديانة، حثا إياهم على التمسك بروح الوطنية والتعايش السلمي لأنها الركيزة الأساسية للتنمية، مؤكدا بأن الانطباع الحسن الذي أخذه عن الشعب التشادي عامة وأتباع الكنيسة الأدفنتيستية على وجه الخصوص خلال فترة إقامته في البلاد لن تفارقه أبدا. واختتمت المناسبة بتقديم هدايا تذكارية لرئيس الكنيسة الأدفنتيستية بدول وسط إفريقيا المركزية من قبل ممثلي الكنيسة في مختلف دوائر العاصمة أنجمينا وضواحيها، عرفانا لما قام به رئيس الكنيسة في تسيير الأعمال الكنسية. بالعودة إلى الصين، ومشاركة سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نو في أعمال الاجتماع الذي دعت إليه السيدة الأولى لدولة الصين حول محاربة مرض الإيد، فقدمت كلمة امتدحت من خلالها حسن العلاقات الأفريقية الصينية. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative combien louable et notable de ma sœur Peng Liyan qui a bien voulu à travers cette rencontre
السيدات والسادة، أشجع هذه الفكرة الصينية والطيبة التي نعطي من خلالها هذا اللقاء أهمية للنضال ضد مرض السيدة، ونضع خطة للتصدي لهذا الوباء الخطير والعمل جنوب جنوب، وإنه من خلال هذا اللقاء سوف نعمل على تضامن قوي مدعوم من العمل ومن قبل السيدات الأول للدول الأفريقية وسيدة الأولى لدولة الصين الشعبية، وهذا شرف مهم لنا بأن نعمل من أجل أن تكون القارة بعيدة من هذا الوباء والذي نعمل من أجل مكافحته منذ سنوات عديدة. في تشاد فإن الفحص الطبي لهذا المرض الفتاك يؤكد بأن هذا المرض بأنواعه المختلفة يتواجد بأكثر الأقاليم والأسر التشادية بدون أي تنوع، وإن التقرير الأخير حول الأسر الضعيفة يؤكد بأن المرأة والشباب والطفل هما الأكثر إصابة. ومن هنا فإن الحكومات والشركاء المانحين والفنيين كمنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة التابعة للصندوق الأمم المتحدة للسكان يعملان جنبا بجنب بكل جهودهم من أجل تمكين والعمل من أجل محاربة والتصدي والتخلص من هذا السيدا في تشاد. باعتباري سيدة أولى وناشطة في مجال الإنساني أعمل في إقامة مختلف الحملات لصالح الشباب والمرأة والقصر والأطفال لتقوية الجهود المشتركة، وباعتباري سيدة أولى ورئيسة لمؤسسة القلب الكبير نعمل أنا وفريقي في مختلف النشاطات من أجل تخفيف هذا الوباء ومن أجل تحقيق أجندتي التي تسمح للعمل من أجل التوعية والنضال ضد نقل هذا المرض الخطير من الأم إلى الطفل، ونسعى من أجل الصحة الإنجابية ونحارب هذا المرض، وأيضا نحارب ضد زواج الأطفال واستغلالية المرأة. السيدات الأول كل واحدة منا تعمل من أجل مرافقة الحكومات فيما يتعلق بالنضال ضد السيدة، وإن العقبات كثيرة وتتطلب منا عمل كبير، ونعمل من أجل عمل تطوعي وتضافر الجهود والاهتمام بالعمل، لأننا نسعى من أجل سلامة الأم والطفل وخاصة الأمم جميعا، وهذا يتطلب منا عمل ولقاءات مهمة ومتواصلة من أجل تحقيق أهدافنا ونشاطاتنا المرجوة. Un plaidoyer à la hauteur de nos positions respectives des premières dames et des mères de la nation. رياضيا اختتمت مساء امس او اختتمت مساء امس رابطة جميلة لرياضة التايكوندو دورتها التدريبية الثانية لصالح حكام التايكوندو الذين استفادوا من خبرات ومعارف التحكيم القتالي الحديث. آدم حسن المكاوي. مواكبة تقنيات التحكيم القتالية لرياضة التايكوندو وفق قواعد وأساسيات اللعبة، هذا ما قصدته الدورة الثانية لتدريب حكام رياضة التايكوندو لدى رابطة أنجمنا. أسبوع كامل تلقى خلاله المتدربون 32 من كلا الجنسين فنونا جديدة فيما يتعلق بالتحكيم ونظمه المستحدثة على مستوى العالم، ليكونوا مع نهاية الدورة هذه مواكبين لكل ما تقدم في عالم حسم القتال لرياضة التايكوندو. فأوجزوا توصيات أبرزها مواصلة هكذا دورات لزيادة ومعرفة كل جديد في هذه الرياضة، بالإضافة إلى توفير المعدات والمستلزمات الحديثة والتقنية من أجل وضع التطبيق الفعلي في أرض الواقع. كما أصاغوا كلمة الشكر والعرفان لرابطة أنجمنا على بادرتها هذه. رئيس رابطة أنجمنا لرياضة التايكوندو المعلم جيكوبوا يوم بيمبا في ختام الدورة أشار إلى أن الرابطة تسعى دائما إلى تطوير وتأهيل رياضيها. عشان هي كومبيتيشن كلها أنا جاي نورغانيزيرها شغل كلها جاي خير وندور الناس اللي يعني جاي نودع بيتردوا منا يقدروا يوصلوا يلا دول لمية ما جاي تسوي كومبيتيشن على كان دعاء أكو أديل كان دعاء أكو بكان الماي شابي كل وقفة يوريك الله ما بكان تدوجا أو يوريك لي يمر. خطوة اختتام هذه الدورة التدريبية لرابطة أنجمنا لرياضة التايكوندو ستليها في الأيام القادمة خطوة أخرى، وهي
بطولة الرابطة للعام 2018. مشاهدينا، نعود بكم مجددا إلى بكين وزيارة سيدة البلاد الأولى هند ديبيتو إلى مركز تأهيل وتزييب النساء والأطفال. رشاد حسن طه. زيارة سيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو لمركز الأعمال والتدريب المهني للنساء والأطفال ببكين القائمة بعملية تدريب المرأة والطفل، والذي يدخل ضمن سياسة الحكومة ودور سيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو في النهوض بالمرأة والطفل. وما أن وصلت المركز استقبلتها رئيسة المركز السيدة شي آي شيم مديرة المركز، التي قدمت كلمة شكرت من خلالها السيدة الأولى للبلاد على زيارتها المركز الذي يسعى في تقوية العلاقات بين الصين وأفريقيا وخصوصا تشاد. السيدة الأولى للبلاد زارت مختلف مرافق وأقسام المركز، حيث صالة تجمع الأطفال وتدريبهم وتربيتهم، وصالة الرقص والفنون التشكيلية والحياكة والرقص التقليدي، بالإضافة إلى المرافق الأخرى. الزيارة كللت بالنجاح، حيث أكدت فيها سيدة الأولى للبلاد تقاسم هذا التدريب مع التشاديين. الله يشكر على الفرحة، وزي ما شاهدتوا أنتوا اليوم جينا في السنتر الكبير الساح، جينا هنا للكونفرنس، لكن أنا قلت داير أزور سنتر، والسنتر ده بيكون سنتر للفورماسيون للأوين، تدريب الأوين والأطفال. واليوم شاهدتوا هنا شفنا السنتر ده مقر كبير، مقر أوين بوجو فوقا وبوجو بلومو بوجو بألومو، بألومو الخياطة، بألومو الغنى، بألومو الرقيص، بألومو الآر. لأن شفتوا هسا الحجاجات علينا في بلدنا نشوفوا لنا شغل صعب، وحين نشوفوا شغل هاي، وجينا نشوفوا هذا المثل ونودوا في بلدنا في بيت المرأة، وإن شاء الله ربنا قدرانا في بيت المرأة نأمله نفس الشيء، نعمله المام تدريب نفس التدريب، ويكون لنا رمز في بلدنا ورمز للمرأة التشادية. لأن اليوم شاهدتوا شفتوني ما إلا الأوين الفرمي، أننا محتاجين للسنتر، كلنا سنتر على الأوين ووهن الشباب في بلدنا. وأخيرا، خطت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو كلمة في سجل الزوار، حيث عبرت عن سعادتها وأكدت التبادل المشترك في المجالات المهنية مع هذا المركز الذي وصفته بالاستثنائي. نختتم النشرة بصفحة سوداء وبعد ذلك بمرسوم رئاسي، حيث فقدت الساحة الإعلامية أحد الصحفيين الباحث الدكتور منى جار رجاء، الذي توفي أول أمس بمستشفى النهضة هنا بالعاصمة إنجمينة، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث ولد الفقيد عام 1953 بمدينة ميسرة، وقد شغل العديد من المناصب في المجال الإعلامي، كان آخرها مقررا عاما للمجلس الأعلى للإعلام سابقا. مرسوم رئاسي رقم 1557 باطراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي يرسم بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية: ولاية بركو، محافظة إيميكوسي، المحافظ حسن محمود واهلي منصب جديد، الأمين العام عبد الرحمن بشارة حسن منصب جديد. المادة الثانية، على كل من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي وزير المالية والميزانية، كل مكلف حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة له، كما يسجل ويشر في الجريدة الرسمية للجمهورية حرية في إنجمينة في 4 سبتمبر 2018، التوقيع إدريس ديبي إتنو. بقراءة هذا المرسوم ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.